السلام عليكم حبيباتي، كدايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير. اليوم ان شاء الله مستضفه معايا الحاجه نعيمه اللي غبات علينا شحال هادي، توجد لنا واحد الوصفه اللي شويه بالنسبه لي انا بعدا جاتني شويه غريبه. المهم نتمنى تكون تنال اعجابنا وتجينا زوينه. تبارك الله على الحاجه، كدايره؟ السلام عليكم، لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. الحمد لله، صبرنا عليكم. هادشي اللي هذاك الوباء سلمتي خوش بزاف. قولي الحاجه، هنا بان لي هنايا، انت قلتي لي عتصايبي عصير وانا ما فهمتش هنا كاين الدجاج. دابا الناس عتجيهم هذا العصير غريب شويه، لان الناس يديروا غير التفاح، البنان، اللوز، بيستاش هذه. ولكن دابا عندي لكم واحد العصير ديال الدجاج، ديال الدنجال. الدنجال نوريكم دابا كيفاش. المهم انا من النوع اللي ما تياكلش الدنجال بزاف، نتمنى بهذا العصير نولي يعني نزعم ونبدا ناكل ايجا. في فوائد كثيره، زوينه اللي ما تعرفوش، زوين هو تيصلح بالنسبه لضغط الدم، بالنسبه للناس ديال السكري عنده بزاف مضادات الالتهابات، وعنده بزاف الفوائد، وراه فيه فوائد مزيانه. الحاجه شنو شنو هما المكونات عندك هنا؟ المكونات لا تاخذوا جوج دنجالات عاديين متوسطين، ما يكونش فيهم الزريعه الوسط، الا كان فيهم زريعه تحاول تحيدها بشويه. عندنا السكر على حسب الذوق، سكر كلاسي ولا السنيده اللي بغاو، السنيده ولا السكر كلاسي حيت ما يطحن. وعندنا الشوكولات الاسود، هذا بودر المور، هذا كاش المور، الشوكولات المور حتى هو جوج معيقات. بان لي تما نقيتي واحد، دابا نقيت، دابا هذه نقيتها، دابا نقيت فيها واحد شويه الزريعه، غنحيد لها الزريعه ديالها من هنا، الزريعه تكون شويه حاره، غنحيدوها هكذايا شويه في مكان الزريعه، لان بعد الخطره تلقايه في الزريعه، بعد الخطره ما تلقايش فيه الزريعه نهائيا. من الاحسن يختاروا هذاك الدجال الصغير، الصغير رقيق، الصغير يكون رقيق، يكون فيه. دابا من بعد ما نقيناهم غنديرهم في هذيك، غيتسلقوا ولا شنو؟ لا نفوروهم، غيتفوروا نفوروهم. بون تفوار، كل واحد كيفاش تيفوار، يديروا كسي كيس بالنسبه للحاجه انت غديري في لاباراي، نديرهم في هذا لاباراي كل واحد دغيا باش تتسربينا، نديرو في هذوك المجلات نعاود نكمل الاخرى. وهاد العصير مع اش؟ مع الماء؟ مع لا مع الحليب، غادي يكون كلاصي. نسيت روحنا درنا دابا غير جوج مجلات، غنديرو فيهم السيترو ديال الحليب بارد، يكون بارد من كلاصي. شحال من دنجالة؟ درنا جوج، جوج جوج صغار عندي، جوج والسكر على حسب الذوق، وهادو تا هما جويجات. صافي دابا نخليو بعدا هادو يتفوروا، يتفوروا ونرجعو مع المشاهدين ان شاء الله. الحاجه الدنجال صافي دابا سلقناه، ها هو هي ماشي سلقناه، مفور مفور عفوا، ها هو دابا مفور، فورناه ها هو هي وبرد صافي، نديرو في المولينكس هاكي، نكبو الحليب، السيترو درنا غير السيترو، خلينا شويه تنشوفوا، لان عندي غير نجلات صغيورين، بغيتش حسب، خصوصا دابا من تيفوت يبدا ينقص. دابا نديرو دائما السكر على حسب الذوق، ندير جوج، ندير جويجات، جوج عواشقات صافي، نديرو معلقه ديال معلقه، معلقه ونص ديال الشوكولاتة، صافي حاجة حطيتي ليا كويسات، هي ذوقيني، هي ذوقي باش تشوفي ليا، باش نشوف هاد بسم الله الدنجال كيف جا. قوام بزاف زوين، كاين اللي ذوقي، شوفي تاعي ديال الخبار. دابا كاين الناس يقول لك الدنجال ما يجيش عصير، بعدا بعدا ما جاش بحال ما فيهش هاد الدنجال، سبحان الله زعما شتي، وجا رائع، وخصوصا هذاك لوغو ديال الشوكولاته هو عطاه واحد الذوق، واحد الذوق مع هذاك المر وشويه الحلاوه، تيغلب على ذاك قولي غير عصير ديال الشوكولا، ديال الشوكو غزال، تبارك الله عليك الحاجه. وصافي دابا عندنا ناكل الدنجال انا، كاين اللي ما تعرفوش ولكن
حسب القوام ديالو رائع. واللي بغى يزيد السكر اللي كان عنده يزيد، واللي ما بغاش يخليها هكاك عادي. اه بالنسبه للناس واش دابا السيزر الحليفه هذوك ديال الدنجان فورين، هو من الاحسن فورو ما تلقوا ولا شي حاجه. تبارك الله عليك الحاجه، وصفه رائعه وشي حاجه جديده حصريه، يعني انا ما عمرني عرفتها اول مره. ان شاء الله القرعه الحمراء القرعه الخضراء وداك الشيء نجيبها مع هذا الصيف ان شاء الله. تيقول لي السنه حاجه بارده هي مع هذا الصيف كي قلتي، ويديروا ويردوا على الخبر ان شاء الله. ان شاء الله ربي يخليك الحاجه حبيباتي. نتمنى الوصفه ديال الحاجه تكون عجبتكم، وهذا العصير ما نقولش لكم كيفاش جا جديد، غير جربوه على حسابي. وما تنسوناش من الدعم والاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد. شكرا لكم والى اللقاء.